وللتعليق على تطورات الاقتصاد العالمي معنا سيد نزار العريضي خبير في الشؤون الاستراتيجية الدولية في ADS Securities. أهلا بك سيد نزار، والبداية مع حديث الساعة وهو الحرب التجارية المندلعة حاليا، ما هي تداعيات هذه الحرب على الأسواق العالمية؟ يا هلا، شكرا لك. يعني هو أمر أدري أن هناك يعني عدم وضوحية وهناك عصبية في الأسواق، وشهدنا يعني كيف الأسواق الأسيوية والأمريكية والأوروبية خسرت الكثير اليوم. ولكن أود أن أوضح شيء مهم جدا هنا، بأنه يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو واضح في برنامجه، هو ماضي قدما، هو فقط يريد تعديل الميزانية التجاري الذي يخسر كل عام 700 مليار دولار. أراد أن يكون هناك تسوية مع الدول الأساسية منها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها، على ما يبدو أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، فهو لجأ إلى سياسة يعني فرض الرسوم على هذه الدول، ولاحظنا يعني كيف كان تأثيره على الأسواق. ولكن هنا لا أحد يريد أن يكون هناك حرب تجارية، لأن تداعياتها سلبية ستكون على كل الأطراف. الرابح الأكبر من هذا الأمر حتى الآن هو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها لديها العجز الأكبر في العالم، العجز التجاري الأكبر، فأي إجراءات تقوم بها ستكون جيدة. واليوم كان هناك تصريح يعني للرئيس الأمريكي حول يعني كان هو قد صرح منذ يومين بأنه سيكون هناك يعني إجراءات قاسية على الاستثمارات الصينية. منذ قليل قال أنه لن يكون هناك يعني هذه الإجراءات كما توقعها الكثيرين، فهذه أعطت نوع من الهدوء للأسواق الأمريكية وعورت الانتعاش من جديد، وهي الآن مستمرة في الارتفاع. نعم أستاذ نزار، يعني كيف نفسر ارتفاع دولار عكس رغبات الإدارة الأمريكية، والذي هو انعكاس في نفس الوقت لسياسات تلك الإدارة؟ نعم، هذا كلام صحيح. الإدارة الأمريكية دائما كانت تقول بأنها تريد سياسة الدولار الضعيف، ولكن الآن يعني الحرب التجارية أشعلت حرب العملات، اضطرت الدول الرئيسية مثل أوروبا وأوروبا واليابان والصين إلى تخفيض عملاتها من أجل أن تواجه هذه حملة الرسوم الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية. هي معادلة بسيطة جدا، عندما يتم فرض رسوم على سلعة أمريكية، على سلعة يستوردها المستهلك الأمريكي كان من أوروبا أو من الصين أو من غيرها، يكون يعني سعرها قد ارتفع، فتضطر هذه الدول إلى تخفيض عملاتها، فبالتالي يكون المستهلك الأمريكي يقوم بشراء هذه السلع ضمن المعدل التي تعود عليه في السابق. وهنا الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية قد تكون لم تفعل شيء بالنسبة لهذه الرسوم، وعندها يعني قوة الدولار، أو إذا استمر الدولار بهذه القوة، وهو حسب ما متوقع بأن يستمر في القوة، ممكن يعني أن تلجأ وزارة الخزانة الأمريكية إلى اللائحة القديمة التي تؤثر على عجزها التجاري، وأن تتخذ الإجراءات لكبح ارتفاع الدولار بهذا الشكل. ولكن الاقتصاد الأمريكي أيضا، المؤشرات الاقتصادية، رفع الفائدة، كلها عوامل تجذب يعني إلى شراء الدولار الأمريكي. نعم، بالانتقال إلى بريطانيا، هل بدأت آثار البريكزيت تظهر على الاقتصاد والجنيه الاسترليني؟ يعني حاليا تم الموافقة على القانون الجديد للخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، طبعا هذا يؤثر على الجنيه الاسترليني. ولكن أود أن نلقي الضوء من جديد على يعني هناك حركة عامة في بريطانيا كانت على مستوى يعني مستوى المستهلكين أو مستوى المسؤولين أو الاقتصاديين والمفكرين. الكل مدرك لخطورة يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والكل مدرك أيضا بأن رئيسة الوزراء البريطانية لن
تحقق يعني اتفاق يكون فيه لمصلحة البريطانيين، وهنا بالأخص يعني القطاع المالي، لأن السوق المالي في بريطانيا هو الأساس. من دون السوق المالي يكون يعني هناك تأثير كبير سلبي على الاقتصاد، وكل الأعمال حتى الآن ومؤسسات الأعمال الكبيرة مدركة لخطورة هذا الخروج، وسيكون هناك المزيد من الدعوات في الأيام المقبلة وضغط على رئيسة الوزراء من أجل أن إما أن يكون هناك اتفاق جيد بالنسبة لخروج بريطانيا، أو استمرار الدعوة لإعادة الاستفتاء من جديد، كما سمعنا منذ أسبوعين من حركة مفكرين واقتصاديين وسياسيين كبار، وقد تستمر هذه الحركة، وهنا قد يستفيد الجنرال ستاليني من هذه الدعوات مجددا. نعم، إذن السيد نزار العريضي خبير في الشؤون الاستراتيجية الدولية في AD Securities.